رمضان شهر مشبع بالملايين. شيرين على فكرة الحب ده لا يا طيب جماعة بص شيرين مش عايز اصور انا لا لا هاوت مين مش عايز معلش سيدات والسادة سيدات طب تعالي بس انا بتنرفز لا لا ما تقلقيش يا حسين ما تقلقيش يا شيرين ما تقلقيش مفيش حاجة خلاص هو احنا يا جماعة بس اصل في ناموس في الاستوديو اقعدي يا شيرين ناموس ايه ده تعبين بتجري لا 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 اقعدي عشان خاطر في معايا رسالة معانا رسالة بالصوت والصورة نشوف الرسالة مع بعض وبعدين نرجع نستأنف الحديث اتفضلي يا شيرين الحقيقة أنا ليه اعتب على الفنانة شيرين لأن ما كنتش أتصور أبدا إن الفنان تامر اللي طلع معاها وكانت بدايتهم سوا يتهاجم على لسانها في إحدى المجلات العربية لدرجة إن هي بتقول إنها موهبة حقيقية وتامر موجة وهتنتهي ليه الغرور ده كله؟ يعني الغريبة إن مش بيقولوا على مطربة تانية مثلا لا اللي يهمني في الموضوع ده إن تامر مش هيصدق الكلام طب ايه رايك ان الكلام ده بيقوله واحد اهو من ال مش صحيح هبقى لا بصي على ايه بصي ايه يا حسن ايه اللي قلقك انا كلام الناس قلقك الدرجات فران وانت عم بتعمل معايا انترفيو ايه اللي قلقك كلام الناس قلقك للدرجات دي كلام الناس للدرجات دي اثر فيكي خالص امال ايه خالص ده مش معناه اني ما بهتمش بكلامهم تهتميش بكلامهم ايوه شيرين انا معاك يعني انا عايز انا كده قلت اللي عندي سيدات والساده فاصل قصير مع الاعلانين دول وهنرجع نستأنف حديثنا الشيق مع المطربه الجميله شيرين يا جماعه انا عمري ما شفت كده في حياتي لا بكلم جد القطه جريت من هنا جت عندكم هنا ما جريت من مش هنا مش ممكن اجي قصاد الكاميرات واطلع على الهواء طيب خلاص هي خرجت من الاستوديو الكاميرا واحده من ضمنها 20 واحده 20 واحده 20 واحده خلاص مفيش اشكال خلاص قبل ما نرجع عارف في اغنيه اخرانيه لوحدك خالص تقدري تقولي منها سطر ولا ممنوع ممكن بتاعت ايه اسمها لو جاني تاني لا قوليها كده دان اللي جرحني وبكاني نار نار جوايا منه تنهار كل جراحي منه واللي تعبني مش عارفه اغني طبعا عشان انا مرعوبه مرعوبه من ايه يا بنتي مسكوها قدامك وخرجوها خلاص هي قطه ومسكوها خلاص مفيش اي حاجه خالص مفيش حاجه في الاستوديو سكت اهو الحمد لله طب ليه كان بيجري ده ده كان بيجري ليه مفيش حاجه ما مسكوا القطه قدامك انت مش شفتيه لما مسكها ماشي اهي 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 ايوه ما هي بتنزل هنا يا جماعه هو انتوا ليه محسنين بتنزل من هنا تطلع لنا من هنا استاد ونمر يعني والله انا قلقان من هنا ايه يلا شيرين دوم السيدات والسادة عدنا مع المطربة الجميلة ذات الصوت اللي أنا شخصيا غنيت لغنوة دلوقتي في الفاصل تجنن هخليكوا تسمعكوا حتة منها هخليها تسمعكوا حتة منها بس الأول ناخد مكالمة لشيرين أيوة ألو مساء الخير مساء الخير يا فندم أشرف البرنس المصري الجديدة أهلا يا أستاذ أشرف أنا برحب بالفنانة شيرين هي معاك ربنا يخليك أنا بصراحة أول مرة أحس بجمال الفن ايوه خف الدم الفنان وجاذبيته وشياكته وحضوره أيوة. وتقبل الجماهير له لما سمعت الصوت الرائع المتميز الجميل صوت الفنان تامر لا يا فندم انا عارف ان في ناس معلش يا شيرين احنا اتكلمنا عن يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه انا هتكلم عن تامر انت لو سالتني اي سؤال عن نفسي مش هجاوب اشمعنى؟ لا عشان اسالك لسه عن نفسي لا 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 خلي تامر يتكلم عني وانا اتكلم عن تامر ايه رايك الحلقة الجاية هنكلم تام اسود ومنيل
البلدوزر مجدي عبد الغني صاحب الهدف الوحيد لمصر في كاس العالم، تفتكر يا كابتن هيفضل الهدف الوحيد اليتيم في حياتنا؟ شكله كده والله، اتحاد الكوره كده شبه الدوله كده، شبه السياسه يعني بجد والله، يعني في شبه الدوله كده في بعض الديمقراطيه كثير من الديكتاتوريه، وفي بقى من الديمقراطيه قليل جدا من ده كلامك انت، انا بقول يعني ليه في كثير من الديكتاتوريه قليل من الديمقراطيه؟ كل واحد عايز يجي يبقى هو الوان مان شو. سمير زاهر ديكتاتور؟ ديكتاتور في في ثوب ديمقراطي. قالوا لي كابتن خوزيه بيقلع الجاكيته وكابتن مجدي بيقلع حاجات تانية. بس ايه الرقابه؟ مساء الخير. انا إيه كابتن؟ انا ما قلعتش والله. لسه حاق. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، موضوع الخلع ده موضوع كان فيه ثلاثة فقط موجودين ساعة ما كنت بهزر، كان هزار لأن أنا كنت داخل أتوضى، فكان ثلاثة فقط اللي موجودين، كان موجود الكابتن سمير زاهر، وكان موجود أحمد شاكر، وكان موجود أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين. أنا التقيت بأحمد مجاهد وأقسم لي أنه لم يتحدث، والتقيت بسمير زاهر وانا اعلم ان سمير زاهر الموضوع ما يفرقش معاه. يبقى ايه؟ يبقى مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ عصفورتي. ليه قلت ان الهدايا اللي خدها الاتحاد او المنتخب من الامارات بعد كاس الامم الافريقيه دي مكرومه وعاديه كده؟ بجد بجد انت شايفها حاجه عاديه؟ بجد؟ لا انا شايفها حاجه عاديه، اي حد هياخد. ليه يا كابتن؟ لان ما لينا ديجنتي يعني، لينا كرامه. لا مالهاش دعوه بالديجنتي. لا 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 لا, 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 لا. ملهاش يعني دعوة خالص بالشياكة. بس هو انت عارفة ليه حصل الكلام ده والراودة؟ لان كان في طمع. طمع من مين يعني؟ من المجموعة، مش كله خد زي بعض على فكرة. بجد انت خدت ايه يا كابتن؟ انا خدت ساعة. ايوة ساعة نوعها ايه يعني؟ ما في ساعة اوديمار وفي ساعة رولكس. لا مش عارفة ساعة عادية. وفي ساعة كذا عادية. انا اقول لك يعني خدت ساعة عادية. لماذا نوال الزغبي اليوم هي لا مطلقة ولا معلقة؟ أي بما معناه أنه لست مطلقة ولست متزوجة، على الرغم من أن طليقك إلي ديب يقول أنه ما رح تحصلي على الطلاق أو العكس. مش هو بيقرر ومش هو بيحدد، في محكمة هي اللي بتقرر وهي بتحدد، الدعوة قائمة والحكم لازم يخلص من هون أكثر شي سنة. من يريد طلاق من؟ إلي ديب يريد طلاق أنا. نوال أو نوال تريد طلاق إلي ديب؟ أنا وبقوة. هو رافض أن يطلق أن يطلقك؟ كان رافض وهلأ صار مقتنع بتصور. معادلة ملهاش حل اسمها القاهرة والناس. لا يمكن تخيل القاهرة من غير ناس. أنا دايماً حتى في شعري أصورها بأنها فتاة جميلة جداً، ليها إيد يمين وليها إيد شمال زي العرايس اللي كانوا يرسموها ساعات أيام الحجاج في قرانا اللي هناك، وليها دماغ وليها رجلين وكده. طبعاً الرأس الأساسي للقاهرة الأزهر سيدك الحسين والمعز لدين الله، الشارع والجامع، وبعدين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، يعني هذه الكوكبة الجميلة من الآثار القديمة اللي تشم فيها روايح أجدادنا اللي جم يعني واللي نزلوا هذه المدينة وبنوا هذه الأشياء الرائعة. أنا جيت القاهرة سنة 62. الغريبة إن في القاهرة سنة 62 كان ممكن نمشي كده بالليل أنا ومجموعة الشعراء أصحابي ونمشي في الشارع نغني ونسطح بصوتنا العالي جدا ونمشي في الشوارع بحرية ولا نلتقي بسيارة أو بناس أو حد يزاحمنا فيها، كأني هذه القاهرة ملكنا. كان احنا ناسها، ما كانتش القاهرة مزدحمة، ما كانتش صحيح ان الجنة من غير ناس ما تنداس،